سيادة الرئيس امبارح؟ والله القادرون باختلاف وحفلة فيها اختلاف. وعايز أقول إن يعني بصراحة سيادة الرئيس كان عنده حق إن هو من بداية توليه وهو ليه نظرة كبيرة جدا في الولاد دول، هم ليهم بركة خاصة. فحتى الحفلة يمكن مع هم كلهم رياضيين يعني مع الاتحاد الرياضي، وبصراحة كان يعني كان في ارتباطات كتير المفروض أحضرها، قفلت كل ارتباطاتي وقعدت بنشوف البروفات. فكان دايما يعني اولا هم زي الملائكه كده الولاد دول بصراحه، يعني انا بتكلم يعني متعه ما بعدها متعه وعلى الفطره. وبعدين لما من قلبه كده لما بيحب يعني بيدور يحب، ولما يكره لو عملت اي حاجه بتلاقيه خلاص انتهى وقفل يعني. ف يعني مثلا كنت بروح الوزاره والشغل الصبح وبعد الظهر افضل قاعد 3 ايام كده معاهم في البروفات. فالشكل العام واحنا بنعمل الموضوع كبير وهم اللي شغالين، يعني هم بيعملوا موسيقى وبيعملوا رياضه وبيعملوا عروض وبيعملوا حاجات تقيله جدا. فكان ويعني طبعا ده الحفل تحت رعايه فخامه الرئيس وهيحضر، وكمان يعني الاعلام كله بيشوف بره مصر وجوه مصر، واحنا خلاص تعودنا لما نعمل حاجه نعمل حاجه فخمه تليق باسم مصر ايا كان هي يعني. فكان عندي شويه قلق يعني بصراحه، يعني والمخرج موجود والدنيا، بس هيتركب الموضوع ده ازاي؟ وبعدين مشاركه كمان شباب الفنانين والفنانين اللي موجودين بصراحه بشكل متطوع، ما حدش اتاخر، بل بالعكس ناس تانية كانت عايزه تبقى موجوده، وعشان الاولاد دول يعني في بركه كده يعني في الحقيقه يعني. فاول ما بدا وانا كان عندي حاله تنشن شويه، ف يعني اول ما بدا لقيت الموضوع مختلف تماما، والولاد دول في حاله انتظام والتزام محترفين زي اللي احنا محترفين، حاجه شكلها جميل جدا وشكلها كل حاجه يعني بنت نفسها الصغيره. بنت نفسها الصغيره اللي راحت سياده الرئيس دي خدت المنظار كلها. والله انا هحكي يعني كنا قاعدين، فهي البنت نزلت لوحدها ومشيت وبعدين بتدور على حاجه ومش واخده بالها، وبعدين مشيت تاني. وطبعا سياده الرئيس بصراحه حاجه عظيمه جدا يعني ما حدش يقرب لها، وبعدين قامت رجعت تاني، وبعدين لما شافت شات الرئيس هو ده اللي بتدور عليه وقامت رايحه جري وقامت حضناه. كانت حاجه كده يعني تلقائيه كبيره جدا وحاجه مؤثره يعني. الولد اللي ساب المسرح ده وجاي جاري كان الرئيس افتكره هينط عليه من فوق وفي مسافه. هو واقف وقام حي كلنا، كانت تنشن سات الرئيس كان هيقوم جري يعني بصراحه يعني. حضرتك رجعت الاتحاد المتحد الاعاقه ده يعني على حد معلوماتي بشكل شخصي كان في مشاكل وحضرتك تحملت الصعوبات دي وعدت الحياه للاتحاد التحدي. هي ده دورنا يعني، دوري الحكومي هنا يعني كل حاجه الاحتراف برضو انك انت تعرف دورك ايه وتحط نفسك في البرواز ده وتتحرك فيه ازاي. فهو دوري المؤسسات اللي موجوده كلها ادخل شويه في مشاكلها احللها بشكل متوازي. فاللجنه البارالمبيه ويعني متحدي الاعاقه